السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نتابع وإياكم جانبا من تصريحات حميتي الجديدة في الجنينة وحديثه عن غرف تدير بعض المؤامرات في دارفور وكذلك في الخرطوم، وتوجيهه التحذير لكل من يسعون في هذه المؤامرات من أن يد الدولة ستطالهم. أيضا في هذه الحلقة سنشاهد أو نتابع جملة من مستجدات الأزمة السياسية، وفيها تصريحات مريم الصادق المهدي وحديثها عن تشكيل الحكومة القادمة، وكذلك حديث أردول عن وضع الأزمة الحالي وردود الحزب الشيوعي ومناوشاته مع مركزية قحط، وفيها أيضا إشكالات حزب المؤتمر الشعبي وتصريحات العدل والمساواة عن احتمالية الرجوع للحرب، وفي الثنايا أيضا إشكاليات مجلس نظارات البجا والحديث عن انعقاد شورى الحركة الإسلامية. يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة داخل الأستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور خالد حسين. مرحبا بك دكتور خالد. تحية لك الأخ ويس والتحية لمشاهدي قناة طيبة داخل وخارج السودان. أهلا بك دكتور خالد. في أول محور من محاور حلقتنا وهي عديدة في هذه الحلقة، حميتي ما زال في الجنينة وما زال يعقد اللقاءات ويدلي بالتصريحات التي ينصب أغلبها على الشأن الداخلي في الجنينة تحديدا والإشكاليات القبلية هناك، لكن كانت لديه بعض التصريحات المتعلقة بالاقتتال وحديثه حول بعض من يعني يقومون بالمؤامرات في دارفور. دعنا نشاهد جانبا مما قاله ونعود للتعليق. نريدكم مجتمعا متماسكا ومتسامحا يواجه تجار الحرب والمجرمين بلا تهاون أو مجاملة، ولا تتركوا أي مساحة لتسلل منها المتربصين والمفتنين. إننا عازمون ومصممون على حزم كافة الظواهر السالبة وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والمساعدة في العودة الطوعية للنازحين وتوفير الحماية لهم والعمل مع حكومة الولاية لتوفير الخدمات الضرورية التي تعين على الحياة الكريمة. على الذين يخططون ويصنعون المؤامرات ليل ونهار أن يعودوا إلى رشدهم، وإلا فإن الدولة تتصدى لهم بقوة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الأبرياء. يجب على الإدارة الأهلية أن تقوم بدورها كاملا في مواجهة المجرمين ومنع التطرف والخلافات إلى صراعات دامية من خلال التبليغ الفوري عن كل مجرم ومخرب يسعى بين الناس بالفتنة. تعلمون ما تمر به البلاد من ابتلاءات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية نسعى لتجاوزها للحفاظ على هذا السودان واحدا موحدا، على رغم من محاولات العملاء وسعيهم المستمر لتفكيك السودان وتدميره. إذا على الخارجين عن الدولة أن يعودوا إلى رشدهم، وإلا فإن الدولة ستتخذ بحقهم إجراءات. ويحذر أيضا من المؤامرات الخارجية التي تسعى لتفتيت البلد. دكتور، يعني التحذير يبدو شديد، لكن البعض استغرب مثل هذه التصريحات حول مطالبة من يسعون في هذه الفتن بالعودة إلى رشدهم، وإلا ستتخذ الدولة إجراء. لماذا لا تقوم الدولة باتخاذ إجراءات مباشرة ضدهم؟ طبعا دي أخو هيس واحدة من أسباب الأزمة السياسية الموجودة في السودان، اللي هي طريقة التفكير وطريقة التعاطي مع الإشكالات الموجودة وطريقة حلها وحتى طريقة عرضها يعني. ويمكن إلى حد كبير جدا نحن دي بنشاهد في الحلقة يمكن على الأقل أنا حضرتها الثانية، وحميتي ما زال في دارفور ويتحدث من خطاب مكتوب بخلاف العادة اللي كان، فيبدو أنه على الأقل شيء من الانضباط في التعامل مع هذه المسائل. لكن زي ما قلت لك الأخ ويس، اللي هي العقلية والمقدرات، يعني تبقى المقدرات محدودة، ودي بمناسبة واحدة سمة من سمات كل المكون اللي بيدير المشهد الآن في السودان. يعني ما بالكلام وليس بالتوجيه وليس بالتهديد بتحل الإشكالات. الأخ ويس، الإشكالات بتحل بمعرفة هذه الإشكالات على أرض الواقع وتقديم السياسات والحلول
لحل هذه الإشكالات. مثلا لا يمكن أن تتكلم مثلا مع النازحين وتقول لهم أرجعوا لقراكم وامشوا اقعدوا في محلاتكم، وفي نفس الوقت ما تتخذ سياسة، هذه السياسة تكون مغرية على أرض الواقع بأنها تخلي هؤلاء النازحين إنه في يرجعوا لقراهم، في قراهم يلقوا الحياة السهلة، في قراهم يلقوا كل المتطلبات بتاعتهم، وهكذا في كل المسائل. ما ممكن تتكلم عن 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 الناس يعني ينبذوا القبلية وينبذوا القتال بيناتهم، وفي نفس الوقت كل الظروف اللي بتؤدي للاقتتال متوفرة. كل زول في دارفور مش في دارفور، كل زول الآن في السودان عنده سلاح، وكل زول في يعني كمية من الكراهية وتخوين الآخر وعدم القبول بالآخر كله موجود. وهذا هذا الموجود لا تتخذ السلطات أي سياسات، وليس إجراءات، سياسات لكي ترتفع بحسب بتاع المواطنين إلى القبول بالآخر. المسألة الثانية برضه واحدة من التي تؤدي إلى هذا الإشكال، وزي ما قلت لك محدودة القدرات بالنسبة للمسؤولين واحدة منها. يعني ما ممكن أنت تكون مسؤول وتتكلم وتقول إنه في ناس بيخربوا وبيدعوا للتخريب ونحن نحذرهم وحنتخذ الإجراءات القانونية ضدهم. فإذا السلطة شنو إذا كانت السلطة ما بتتخذ إجراءات؟ أو على الأقل دي زي ما قلت لك العقلية، العقلية اللي بدار بها. ودي بالمناسبة واحدة من سمة التردد، أصبح السمة بمعظم القيادات الموجودة، وهي تقريبا يمكن العدوى انتقلت من الرأس الأول واللي هو سمة التردد، بعد كده انتقلت لكل الطيف بتاعه. فأقصد بالرأس الأول هو البرهان، سمة التردد التي يميز بها البرهان انتقلت لحمد. ده ما كان بهذه الصورة، يعني كان في البداية عنده كمية من القرارات الحاسمة. المسألة الثانية أخو ويس، يعني برضو في عدم التعامل، يعني أنا لا أفهم يعني لا أستوعب إنه على الأقل حمايتي ده كان في يوم من الأيام في طرف في المشكلة الموجودة في دارفور ويمشي هو الآن عشان يحل المشكلة. يعني كنت بتوقع إنه على الأقل المجموعة التي كانت تتقاتل مع حمايتي وزي ما حصل في سلام جوبا توافق بين هذه القوى، إذا كان حركة العدل والمساواة والله، إذا كان حركة تحرير السودان بتاعت مناوي أو غيره من الحركات اللي قبلت بهذا، كلهم يكونوا موجودين الآن كوفد. يعني لأنه الأطراف دي موجودة على الأرض الواقع، الأطراف موجودة في العرب وفي القبائل الأخرى اللي هي بتنتمي للقبائل الإفريقية. وحميتي كان في يوم من الأيام جزء من المكون الآخر، وكل الناس اللي قاعدين ديل عارفين إنه حميتي ده كان بيسوي شنو. فأنا بفتكر الخطاب بهذه الصورة نتيجة لهذا التحول الذي حدث في 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 أبريل بصورة درامية جدا ما بتمسح كل الشيء كان موجود. خليني في حتة ذاتها يعني أشرك معنا سؤال أحد المتابعين أحمد آدم. بيقول أنا عندي سؤال، تحركات حمايتي في غرب دارفور هل يسعى من خلالها إلى كسب أصوات سكان دارفور ومسح تاريخه المظلم معهم؟ هكذا يقول أحمد آدم. طبعا إحنا لا نلزم بما يقوله أحمد آدم، لكن هكذا يوجه السؤال، هل فعلا يمكن لحمايتي أن يطبع أوضاعه في 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 دارفور؟ أن يصل بحالة التفاهم الموجودة السائدة الآن بينه وبين الطاهر حجر، هادي إدريس، منيركو مناوي، جبريل، هذه حالة الوئام بين المتقاتلين السابقين تنتقل فعلا إلى الأرض إلى القبائل؟ هو طبعا أنا أقول لك حكاية أنه حميتي ساعي يعني خلق مثلا تجمع سياسي أو على الأقل يعني على الأقل رضا من مجموعة القوى الموجودة في دارفور، ده مسلك مش حتى في 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 هذه الزيارة. حميتي كان بدأ في إنشاء حزب سياسي وسماه السودان أولا، وبدأ بولاية دارفور، وبدأ في مجموعة من البداية بالقبائل العربية، وبعد ذلك اتجه للقبائل الأخرى الموجودة في دارفور. المسألة الآن الموجودة قد تكون جزء من هذه الحملة، لكن بفتكر إنها إلى حد كبير كانت بداياتها الصلح كان تم بين الرزيقات والمسيرية، كانت في بداياتها. وبعد كده تطورت هذه المسألة بأنه يشمل كل القبائل الموجودة، بعد جاء الصلح بين المساليت وبين القبائل العربية الموجودة في منطقة الجنينة وهكذا. فهو على الأقل بيحاول يمشي في هذا الدور، وعلى الأقل بيخلق يحاول زي ما قال السائل إلى حد كبير جدا يغير الصورة الموجودة، لكنها صورة عميقة. يعني نفس السائل يمكن برضو بيسأل سؤال تاني، يعني هو أيضا فعلا يعني محل نظر حقيقي، بيقول لك هل اتفق حميتي مع قادة الحركات وأعضاء مجلس السيادة
بترتيب لانتخابات وتقاسم الأصوات فيما بينهم، الأصوات الانتخابية. السؤال شنو؟ يعني بيقول هل حالة الوئام دي منتقلة إلى أنه أصلا مرتبين حتى في الانتخابات كيف سيتقاسمون الأصوات الانتخابية في دارفور؟ يعني هو كان في كلام بيدور لمصادر مختلفة، يعني بيصب بمصادر مختلفة إنه هنالك حتى منذ اتفاق جوبا، منذ الاتفاق تم في جوبا، بأنه حصل اتفاق بين هذه القبائل كلها، طبعا حتى العرب منهم في النهايه في دارفور، كل الدارفوريين، ودي اللي حاول يعني حميتي انه يكسب رضا هذه المجموعه، وانه في النهايه هم يتولوا حكم السودان. هذه المجموعه كلها مجموعه العرقيه الموجوده في دارفور، اذا كان قبائل افريقيه او قبائل عربيه، وبذل في حميتي من ذلك أموال ضخمة جدا. نعم. ويمكن يكون القبول الظاهري من بعض هذه الحركات تم، لكنه في لحظات، ودي برضه من بعض المعلومات المتسربة، في لحظات غياب الوعي نتيجة لتعاطي بعض بتأتي التصريحات من الداخل. وتمت يعني كمية من ال كده تعريض قوي، تعاطي يعني أشياء، يعني المهم كيف يعني السياسيين هل تقول بأن هناك تصريحات لا يمكن التعويل عليها كثيرا لأن السياسيين لا يكون في حالة واعية؟ في بعض الممارسات، في بعض الممارسات وتعاطي الخمور دي، يعني يمكن كمية كثيرة منه موجودة، تعاطي الخمور دي ما حاجة ما مدسوسة، يعني مش كده، حتى بصورة يعني اتجاه في أنها تبقى حلال في كل الدولة من الوضع الموجود الآن، يعني والتشريعات اللي بتتم وكل أكيد ما كلام شخصي كده، ويعني توسيع للأزمة الحالية. يعني يا أخويس، نحن طبعا متابعين على الأقل من المعلومات اللي بتجي بصور مباشرة، وعلى الأقل بنتابع ما يقال، يعني كل المسائل بنطبع عليها. فبعض زي ما قلت لك الشل اللي طفح وجاء من جهات رسمية، اللي هو التوافق بين هذه المجموعة في جوبا، وأن في النهاية تقدم نفسها لحكم السودان، وبعض منه يعني تكلم بصورة واضحة جدا إن نحن الهدف بتاعنا حكم السودان وليس هذه الاتفاقية. لكن زي ما قلت لك بذل أموال، وتكلمت بعض الجهات وبعض التصريحات من بعض القادة عندما كانوا في لحظات التجلي، نسميها لحظات التجلي، إنه والله في النهاية الملايين اللي بدينا لها دي نحن يعني ما حيشترينا بها ولا حيبيعنا بها ولا حننسى كان بيناتنا لهذه الصورة. يعني الموجود بين هذه المجموعات حكاية عميقة جديدة يعني. وزي ما قلنا في الحلقة، التقاء الآن التقاء مصالح آنية في نظرك وليس لفترة استراتيجية محددة. لفترة محددة، لكنه هم لو يبقوا على الأقل بمستوى السودان وعلى الأقل لمصلحة السودان، يمكن أن يتجاوزوا كل هذه المسائل، زي ما ندل طبعا من القادة النماذج للغارة الإفريقية عندما كان بينه وبين البيض في الفترة بتاعة الاستعمار بتاع البيض، وذاقوا السود مر الحياة. لكنه مانديلا الشخصية والقائد تجاوز عن كل تلك المسائل وقلب صفحة جديدة تماما ولم يقلبها البيض، لكن بعدما هو يعني أصبح في موقف القوة كان لابد أن يقبلوا بالطرح مع مانديلا، لحد ما حصل في النهاية التوافق، وأصبح جنوب أفريقيا الآن من الدول الرائدة يعني في هذا الجانب يعني. لكن للأسف أن هذه المجموعات كلها تفكيرها محدود بالمناسبة، يعني لا يوجد هذا التوافق الكبير أو تماما التغاضي عن الماضي. يعني عشان ما نظلمهم كمان، أنا حقيقة يعني أجد هذه السمة إلى حد ما عند مناوي على الأقل في كلامه عن الوطن وعن التجاوز وعن هذه المسائل. طيب يعني حميتي أيضا أشار إلى أبعد من ذلك، بأن جزء مما يدور في دارفور هو شيء مصنوع يدار من غرف مظلمة في يعني في 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 السودان. دعنا نشاهد ما الذي قاله نعود التعليق. إنما يحدث في دارفور من تخريب متعمد ليس بعيدا عن ما يحدث في الخرطوم، بل إن كثيرا مما يجري هنا تدير نفس الغرف التي تعبث بالمشهد هناك. يسعى هؤلاء خلف مصالحهم الذاتية الضيقة، شعاراتهم صفرية. لقد تأخرنا كثيرا بسبب الخلافات والصراعات، لن نتقدم إلى الأمام إلا وفق رؤية واضحة نتوافق حولها جميعا دون إقصاء أو تمييز. فالوطن لا يبنى بالأحقاد والمكائد، والشعوب لا تتقدم بالتفرقة والشتات. علينا أن نعمل إلى غد أفضل لنا وللأجيال القادمة، والتي تستحق أن تعيش في سلام وأمان ورخاء.
إذن هي غرف تدير تأزيم المشهد سواء كان في دارفور أو في خرطوم كما يقول الحميتي. واسمح لي أيضا أن أدمج معه سؤال أحد المتابعين مؤيد حسن، بيقول من هم المتربصين والمخربين الذين يقصدهم حميتي؟ هذه الغرف إذا كان حميتي يعرفها ويشير إليها، من هم هؤلاء؟ أي نحن طبعا زي ما قلنا قبل شوية، يعني أصلا لو كان في أشياء زي دي، ودي بالمناسبة واحدة من العلاج الأساسي بالنسبة لهذه المشكلة، اللي هو الجرأة والقوة في مواجهة الذي يخرج على القانون بواسطة القانون. نعم. لكن زي ما قلت لك، سمة التردد الموجودة في تتناول هذه المسائل بهذه الصورة. لكن أنا بتفق معاه في التشخيص بتاع الأزمة، إنه على الأقل إنه في مجموعة هي أو غرف موجودة وتدير هذه المسألة في دارفور وفي الخرطوم، لكنه المكون الداخلي لهذه المجموعة دي عبارة عن أدوات، لكن كل المشهد ده بالمناسبة يدار من الخارج بصورة كاملة، والموجودين في الداخل اللي هم المرتبطين بالسفارات وأصحاب الجوازات المزوجة وأصحاب المشاريع التي لا يعني تشابه معتقدات وقيم هذا الشعب، هم الأدوات الموجودة اللي بتنفذ هذه المسألة. وبعدين التصريحات الأخ ويس مبسوسة على في التواصل الاجتماعي، اللي بيتكلم بيقول إنه والله نحن لو ما حصل التغيير والتغيير الجذري الشامل حنفرتق البلد طوبة طوبة. حكاية يعني معلومة، يعني أي زول بيعرفه وأي زول سمعها، أو على الأقل من الناس المتابعين وما دا سنها بهذه الصورة. يعني مش كده وبس، يعني يتكلموا عن الثورة المسلحة والثورة المسلحة، وذكرنا هذا الكلام مرارا في هذا المشهد التي تتكون من مجموعة الحركات غير الموقعة، ويكون جيش من الجيش السوداني من هذه من 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 جيش هذه الحركات والشرطة منها، ويتم ذلك باستخدام الثورة المسلحة، وده الذي نخشى منه أن يتم في الترتيب له في 30 يونيو. نعم. يعني هناك بعض القراءات المتباينة يعني يذكرها بعض المشاهدين، ويعني لا يتسع المجال نجيب عنها كل واحدة مفردة، لكن بشكل عام يعني هناك من يرى بأن حميتي مشى دارفور سعيا للتخلص من عقوبات قد تفرض على قواته إذا ظهرت أو اتهمت، وبالتالي هو إذا طبع أوضاعه مع النازحين ممكن يحمي قواته. هناك من يرى بأنه والله يا أخي حميتي تم إرساله من قبل البرهان وكباشي وتوريطه في موضوع دارفور، لأن في طبخة في الخرطوم لا يريدون لحميتي أن يكون موجودا فيها. هل تتحمل زيارة حميتي للجنينة أكثر من الهدف الذي أعلنه حميتي بنفسه بأنه ذهب إلى الجنينة ويريد حل الإشكالات فيها، وأنه لن يعود حتى يطمئن إلى فرض هيبة الدولة؟ أنا أفتكر كل التخمينات والكلام اللي بيقول ده يعني جاي من عدم الوضوح والصراحة من أجهزة الدولة، ووجود برنامج واضح، وجود يعني خطة وفكر معين يتواطأ عليه الجميع ويتم عرضه ويتم مناقشته ويقوم تبنيه وبعد كده ليتم التنفيذ. لكن يجي حميتي ويمشي حميتي عشان يعمل صلح بين مجموعة معينة هي نفس الأدوات المعروفة، ويبدأ يعني في كل لغة من اللغات يطرح يكرر نفس الكلمات والمفردات حتى اللي قالها في النظام في اللغة السابق، وما فيها أي فكرة وما فيها أي برنامج وما فيها أي يعني قيم عشان تجمع الناس ذيل، أو برنامج عشان يخرج الناس ذيل من الوهدة الموجودة فيه. خرج الناس ذيل أخوي اسمه التلك بيجي بالكلام ولا بالنصائح، النصائح فتروا منها والكلام فتروا منه، والناس ذيل مدورين، والناس ذيل الآن أصبحت الأوضاع مأساوية مش في دارفور في كل السودان، وبالتالي غير وجود برنامج متفق عليه مناقش من الجميع يمشي حميتي بعد كده والله يمشي ياسر العطا والله يمشي حتى البرهان لتنفيذ الشيء المتفق عليه، لكن ما تمشي كل لحظة من اللحظات يقوم تقديم أشياء كلها وبتنتهي بإلغاها اللي تم، وحيصبح الحال في حاله يعني. نعم. يعني في ظل هذه الزيارة المستمرة لحميتي والتصريحات الكثيرة التي يخرج فيها حميتي وتدور كلها حول الأزمة الداخلية في دارفور، في الخرطوم هناك أجواء مختلفة، هناك حالة من التأزيم والضبابية، هناك سحب كثيفة تبدو في الأفق حتى يعني يتراوح فيها الحديث ما بين التخوفات من الصدامات في الشارع، من
انزلاق نحو حرب أهلية، هناك مسعرين حتى في وسائل التواصل الاجتماعي يدعون إلى جمع السلاح ويدعون إلى تخزين المواد التموينية والتحذير من الماضي، هناك من يروج على جانب الآخر بأن هناك سيكون زلزال قادم يطيح بالعسكريين وما شابه. ولتخرج مريم الصادق المهدي في لقاء تلفزيوني وتتحدث عن أن صفحة الشراكة مع المكون العسكري لن تعود، وإنما علاقة جديدة يكون فيها المكون العسكري بمجلس أعلى لإدارة الشؤون العسكرية، وأن تكون الحكومة مدنية صرفة بكامل صلاحيات التنفيذية. وحينما يسألها المقدم عن كيفية اختيار هذه الحكومة ورئيس الوزراء، تقول بأنه يتم اختياره بواسطة القوى الثورية الفاعلة. برأيكم دكتور، هل الطرح الذي تقدمه مريم الصادق باعتبارها قيادية في قحط المجلس المركزي قابل للتطبيق على أرض الواقع؟ هو دعنا أقول لك الأخ ويس أنه ما تطرحه مريم أو ما تطرحه مجموعة الأربعة بعد ما تم اللغاء الثنائي بينه وبين العسكر وبعد كده توالت اللغاءات والتفاصيل وماشي، يمكن مشت لأربعة خمسة لقاءات مع 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 مع, مع بينه، هي في النهاية أنا في تقديري هي عبارة عن يعني تنفيذ لما تم إملاه عليهم من الاجتماع المشترك التم بين الـ 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 هذه المجموعة وبين المندوب الأمريكي فيه والسفير السعودي. والكلام ده أنا بقوله يعني من 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 مجموعة من القرائن مع بعضها بالإضافة لبعض المعلومات، لكنه على الأقل من القرائن كل هذه المجموعة كانت في البداية تتكلم عن اللاءات اللي كانت معروفة، وبعد هذا الاجتماع كلهم من غير استثناء سمعت لهم، سمعت لوجدي، سمعت لود الفكي، لمريم الصادق، لبور مناصر، كل هذه المكونات أصبحت تتكلم عن أنه لا يمكن العودة قبل 25 أكتوبر، كلهم بهذه الصورة. والأكثر يعني صراحة منهم ووضح كل شيء اللي هو حمد الفكي اللي قال لابد من تكوين حكومة ذات حكومة كفاءات، وهذه الحكومة بتاعت الكفاءات يعني ليس فيها انتماء لأي حزب من الأحزاب، وتكون تضم كل القوى السياسية الموجودة في الساحة السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، ده بالنص ذكره ود الفكي. تتباين بعد كده التحليلات والمعلومات، يعني البعض اللي بيجي بيتكلم بيقول انه ناس الحرية والتغيير اتفقوا على نسب معينة مع المكون العسكري ونسيبه ان هم اظنوا 30%، وبعض الاخرى ادوها نسب محددة، يعني ممكن اذا بعدين نذكر التفاصيل، لكن المهم انه اتفقوا معهم على انه يكون عندهم 30%. ويعني في 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 المشاركه، في المشاركه انا ساعود لقضيه المشاركه، لكن نعم. لكي نركز في النقطه المحدده، حينما تقول نعم. مريم الصادق المهدي بانه تعطى صلاحيات تنفيذيه كامله لحكومه ورئيس وزراء تعينهم القوى الثوريه، من هي هذه القوى الثوريه؟ ما ده بعد ما بقول لك التفسيرات والسيناريوهات المختلفه. السيناريو الكبير واللافته الكبيره اللي وضعت بواسطة السفير السعودي وبواسطة المندوب الأمريكي اللي هو حكومة عامة ومشاركة للجميع من غير إقصاء لأحد، لكن بعد كده يبقى التفاوت والاختلافات بيناتهم، يعني حتى بعضا منهم بيفتكر أنه لابد أنه يعودوا فقط للشراكة بين 25 بين الأربعة والعسكريين. بعضا منهم يتكلم زي ما تكلمت مريم اللي هو أنه حكومة يعني مدنية بذهاب للعسكر او على الاقل يكون في مجلس دفاع، والله يكون على الاقل حتى مسمى مجلس سياده بصلاحيات محدده واو الى اخره. الاتفاق تم عليه الاخ ويس على حسب ما تابعته من كل التحليلات وبعض المعلومات التي وردت انه تكون في حكومه عريضه، وهذه الحكومه العريضه الاستثناء الوحيد اللي فيها اللي يكون المؤتمر الوطني، وده حقيقه الى حد كبير جدا بيشبه الكلام اللي بقول لك ده بيشبه المطلوبات السعودية، يشبه المطلوبات السعودية، لأن السعودية ما عندها مصلحة في أنه في عودة مثلا قوة معينة، هذه القوة المعينة في لحظة من اللحظات كانت بتعاديها وكانت ضدها، لكنه على الأقل أنه حكومة واسعة
والنغمة السائدة لأصلها ما عدا المؤتمر الوطني، ودي تفاوت فيها حتى بعضا منهم من داخل القوة وإلى الآن، لأنه هم متفقين كل زول عنده وجهات نظر معينة، لكن التوجيه العريض صادر وحيمشي في النهاية التوجيه العريض. لكن يعني هذه المسألة محاولة يعني الوصول لها ل 30 يونيو بالضغط، وبالمناسبة الأداة الأساسية شنو؟ وده طبعا من 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 خبث فولكر، وكلنا متابعين يمكن تكون ناقشته في المجلس السياسي ما خطط له فولكر اللي هو من عودة الجماعة اللي أصلا كانوا ممانعين يعني، وفي النهاية تمت الطبخة بتاعت الغدوم المندوب الأمريكي. شايف؟ فخبث فولكر، خبث فولكر وأكرره، هو الذي يعني يقود هذا المشهد. وده زي ما أشار حمتك بيه المجموعة، ودينا البقصودة اللي هي الجهات المدورة، الناس دي كلهم مع بعضهم. قبس حبيتي مع ضعف البرهان، مش خبس حبيتي، خبس فولكر، خبس فولكر مع ضعف البرهان هو الذي يدير المشهد السياسي الآن. أخ أويس، خبس فولكر مع فولكر مع ضعف البرهان، ضعف البرهان. لكن هنا دائما احنا بنقول ضعف البرهان، ضعف البرهان، يعني هناك من يتساءل بيقول ما هو دور قيادات القوات المسلحة؟ أين ضباط برتبة الفريق وضباط برتبة لواء ورتبة العمدة؟ يعني هيكلية القوات المسلحة إذا كان فرضا جدلا نعم بأن البرهان يعني لديه ضعف كما تقول أنت، نعم ألن يوفر هؤلاء الضباط، ضباط القوات المسلحة، سندا ورافعة توجه البرهان نحو الأفعال التي تتناسب مع وطنية القوات المسلحة؟ القوات المسلحة طبعا إلى حد كبير جدا في الانضباط العسكري كان الخروج والإشارة الواضحة جدا للبرهان اللي هي الحركة بتاعت 21 سبتمبر بواسطة بكراوي. بكراوي. مش كده اديك من لكن شيء لكن البيت لكن خلينا لكن نكمل هي ليش؟ فورة كده بس يعني بيطلع لا كده ابدا والأمور بتخفوا يعني لا، ولا ما بتحصل معليش، شنو؟ ما دي في النهايه ده كان التعبير بتاع القوات المسلحه في ذلك الوقت، ما ذهب لمرحله التغيير. لكن دكتور معلش، نعم نعم يعني انت بتقول لي الانضباط العسكري، نحن نتحدث عن يعني كما يصفها البعض بانها خيانه تتم جايك في البلد جايك يمكن ان تطيح بسيادته. جايك يعني التعبير الاول، وده فترة ما طويلة يعني، التعبير الأول من والململة كانت موجودة وما زالت هذه الململة موجودة، كان التعبير عنها بواسطة الحركة بتاعت بكراوي. وزي ما قلت لك أديك من الشعر بيت، أنا بقرأ وعلى الأقل من المعلومات اللي وصلتني إنه الخلاصة بتاعت المحاكمات إنه الرأي الذي خرج به بكراوي يعبر عن رأي هيئة أركان الحرب. بهذه الصورة، ده الرأي الآن أول امبارح والله أول امبارح طلع من المحكمة التي تتناول التحقيق عن ده الرأي بتاع لكن دي القوات معلومات المسلحة. سرية، كيف تسرب، كيف تخرج؟ يا أخي في السودان ده هو في سر، الانقلاب بينكشف في السودان ده، أي شيء في السودان ده حكاية متاحة لأي زول إلا ما يكون عندك قنوات ممكن تصل بها للمعلومات. المسألة الثانية يعني، ودي برضه واحدة من الأشياء الكثيرة جدا، زي ما قلت لك متابعتنا بتلقى بنطلع على الغث والثمين، لكنه في النهاية مؤشراتها. يعني الآن في واحدة من السيناريوهات الناس اللي بيتكلموا عنها إنه زي ما تفضلت حضرتك اللي هو عدم القبول الموجود في داخل القوات المسلحة، إنه يترجم يوم 30 بوجود حركة عسكرية مصاحبة للتظاهرات اللي بتتم ويتم إزاحة البرهان فيها، واحدة من السيناريوهات. أو على إذا زي ما قلت لك عنده شغل المجلس المركزي يعني؟ لا ما قلت لك يعني على الأقل ده كلام خطير، لكن يعني إذا بتقلب إنه الأوضاع كلها سائلة في كل الاتجاهات. أقول لك من ضمن ما قلت لك باطلاعنا على الغث والثمين والكتابات، واحدة من السيناريوهات اللي اطلعت عليها ومن الكتابات والتحليلات المتناولة هذا الموضوع إنه دي واحدة من السيناريوهات. السيناريو الأكثر تطمين وبث به نبث من خلال قناة طيبة للإخوة المشاهدين إنه الأجهزة الأمنية على علم ودراية كاملة بكل هذا الترتيب الذي يدور، وفي اللحظة المناسبة سوف تتخذ الإجراءات المناسبة لإبطال كل هذه المسائل التي تتم، ومجموعة من السيناريوهات ماشية ومكتوبة وإلى آخره. لكن على الأقل ده واحد من السيناريوهات المتشائمة جدا، وده واحد من السيناريوهات المتفائلة جدا. وأنا بتخيل إنه ده يتم لولا تدخل بعض المترددين والذين قد يمنعوا هذه القوات من، لو تم منع هذه القوات الأمنية
من 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 اتخاذ اجراءات لازمه لحفظ البلد، حفظ البلد. انا بفتكر على على السودان السلام. واللي بيخوفني انه امبارح والله اول امبارح كان في حركه بتاعت اعفاءات وترقيات في جهاز الامن، لكنها كانت روتينيه. اتمنى انها تكون روتينيه، يعني كان تصريح رسمي بانها روتينيه. نعم، وشملت كل الرتب. اتمنى زي ما قلت لك، اتمنى انها تكون روتينيه، وبالتالي يكون الترتيبات اللي بتتم في قبل 30 يونيو تقوم بها هذه المجموعه. لكنه برضه في النهايه من التوجس انه قد يكون هذه التغييرات برضه نقرا. نعم، ليس بالتأكيد، لكن نغرى ربما يكون فيها كسر ظهر لهذه المجموعة. يعني يعني في ظل تصريحات يعني مريم الصادق وحديثها. نعم، عن قضية الحكومة التي شكلها قوى الثورة، والتي أخذها البعض كلها بأنها تستهدف أن تقول نشكلها نحن. نعم، لكنها نعم يعني لم تقلها بهذه الصريح العبارة. خلينا أقول لك الحكاية دي هنا. لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنه تاني مريم الصادق ومجموعة الأربعة إنه يشكل حكومة. مش لانه انا ماسك ليقو، لانه الاوضاع تغيرت تماما. نعم، قبل 25 اكتوبر. نعم، بعد 25 اكتوبر. نعم، مش كده وبس، المشهد ده هو كله طباخه من 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 فولكر. نعم، وانه فولكر اتضخ الاموال الناس اللي انتهوا في الشارع. نعم، ويس يعني. نعم، خلينا ناخذ تصريحات الحزب الشيوعي اللي كانت بترد على. نعم، يعني السعيق. احد بيقول لك رؤيه قحط المجلس المركزي كانت قبل ديسمبر 2019 هي مشاركه النظام السابق، يعني وأن المجلس المركزي يسعى عبر وساطات دولية وإقليمية إلى إعادة الشراكة مع المكون العسكري، وأن هذه الشراكة لم تأتي بجديد. وهذا التصريح لي كمال كرار قيادة. نعم، الحزب الشيوعي. نعم، نعم. وأيضا تكلم كمال كرار بأن يعني بأن حزبه يرفض التنسيق مع قحط، وقال أنه ما في مشكلة من التفاهم مع بعض القوى المشكلة لقحط، لكن قحط كتحالف يعني لن يقوم الحزب الشيوعي بالتفاهم معه، وأن الحزب الشيوعي ينظر إلى قحط أنها أصبحت خلف التاريخ، وأن مواقفها السابقة والحالية بعيدة عن رؤية الحزب لأوضاع البلاد، يعني مستبعدا التحالف معها. أردوغان أيضا كان يعني لديه العديد من التصريحات التي يعني انتقد فيها قول الحرية والتغيير، من ضمنها أنه بيقول أنه ما في حكومة الآن عشان تخرج مظاهرات لتدعو إلى إسقاطها، وأن الموجودة حاليا هي حكومة تسيير أعمال الموظفين من الخدمة المدنية. وأعاد انتقاد أيضا لجنة التمكين، وقال بأن لجنة التمكين نفسها المجمدة حاليا كانت دولة موازية داخل الدولة، وأنها أحد الأسباب الرئيسية وراء ذهاب قحط المجلس المركزي وتراجع شعبيتها، وأنها يعني لم تكن قادرة على حماية الثورة وتحقيق الأهداف. كل هذا الهجوم على قحط من أطراف في نهاية المطاف موجودة في الشارع، كيف يمكن للمكون العسكري أن يستمر في حوارات ثنائية في ظل. نعم، هذا الرفض؟ نعم، ودي طبعا دي واحدة من السيناريوهات أخ ويس التي يمكن أن تكون في صالح المجلس العسكري إذا تصرف بقوة، يعني واللي هي انه حتى لو فرضنا انه نجحوا في انه يخرجوا بعض القوة في يوم 30 يونيو، حيكون الصراع بين داخل هذه القوة الموجودة في داخل الشارع. وزي ما حصل الطرد بالنسبة لبعض قوى قحط عندما جات في بعض المسيرات، حيتم الطرد لأي قوة من قوات قحط، وحتكون مواجهة يعني نتمنى انه تكون الأجهزة الأمنية حاضرة. الحزب الشيوعي ده بالمناسبة يعني هو في النهاية يعني أمر واضح جدا إنه البلد دي يا تمشي زي ما هم دايرين ويحكموا هم بعيد من الحرية والتغيير وبعيد من الأحزاب الأخرى ويحكموا هم براهن، أو البلد دي تفرتك طوبة طوبة. ودي الحكاية ماشيين عليها بصورة واضحة جدا، وإذا عملوا الاتفاقات مع الحلو عبد الواحد أو إذا كان من التصريحات اللي بيقولوها، وحتى المحاولة لاستغلال التواصل الاجتماعي بفكرة أخبار كاذبة
عن القوى الحرية والتغيير، زي ما أشارت قوى الحرية والتغيير أو التجمع المهنيين بأنه للأخبار المفبركة اللي عملتها منال الزين والله يسمعها من بتاعت الحزب الشيوعي دي، وإنه حصل اجتماع وأنه هذا الاجتماع عمل كده وعمل كده وكده، وجاءت قوى الحرية والتغيير إنه نفوا تماما إنه لم يحصل أي اجتماع زي ده، ولم يكن أي طرف من أطراف قوى لجان المقاومة في أم درمان بأن يحضر مثل هذا الاجتماع. الحزب الشيوعي شغال بأي وسيلة، في النهاية هذه الوسيلة تخلي الحزب الشيوعي يأتي منفردا بحكم السودان، وافتكر حكاية مستهيلة أو يخرب البلد للأسف الشديد. يعني حركة العدل والمساواة أيضا كطرف في الحكومة الحالية، حكومة تسيير الأعمال، وأيضا كطرف في قول الحرية والتغيير الميثاق الوطني، كان لديها تصريح أيضا يعني تلقفه البعض بالقلق من أنه لو فضت الشراكة مع المكون العسكري الحالي يعني بطريقتها الحالية فهذا سيعني العودة للحرب. وبدأت بعض الأسافير تتناقل أنباء من أن قوى عدل المساواة ربما تحشد يعني قوات تدخلها إلى الخرطوم، ويعني دخل الناس في هاجس العودة إلى التناحر على السلطة. وسنسعى بعد قليل ربما يشاركنا أحد يعني قيادات العدل والمساواة لكي نستبين منه حقيقة هذه التصريحات وما هي المغازي التي أرادتها. ربما جهز معنا الاتصال معنا عبر الهاتف سيد شريف جار النبي القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا للاستضافة. أهلا بك أستاذ سيد. يعني كثيرون تناقلوا تصريحكم حول أن فض الشراكة الحالية يعني العودة للحرب، وبدأت بعض الأسافير تتناقل أن حركة العدل والمساواة تحشد بعض القوات تدخل سلاح إلى الخرطوم وما شابه مثل هذه التصريحات. أولا يعني ما صحة قضية حشد السلاح وما هو مغزى تصريحكم؟ شكرا جزيلا اخي الكريم. نحن منذ حدوثنا للسودان بعد التوقيف لفاجعة السلام بجوبا هذا الحديث قديم متجدد، هناك اطراف دائما تسعى الى فك الشائعات وبث السموم حول حركة العدل المساواة السودانية، لان هناك قوات كبيرة موجودة في الخرطوم. نحن في السابق نفينا باننا لم يكن لدينا قوات في الخرطوم، فقط الناس الثقيلة في إطار الحركات للشخصيات العامة. قواتنا موجودة في أماكنها، كل الذين يتابعون المشهد السياسي السوداني يعرفون أين قوات حركة العدل والمساواة السودانية. وبالتالي مثل هذه الشائعات كثرت في الفترة الأخيرة، ولكن يؤكد بأننا لم يكن لدينا قوات في الخرطوم ولم يكن أيضا لدينا النوايا أن نأتي بقواتنا إلى الخرطوم. ومعروف أن هناك منصة التجارة العالمية بتجري على حفظ الوثائق، وسوف يتم تخريج أول دفعة من القوات قبل السلام في دارفور في الثلاثة طبعا من الشهر القادم. وبالتالي ليس لدينا حجة أن يأتي بين قواتنا إلى الخرطوم. التجارة العالمية واضحة، ونحن تجريد التوثيق مع التعامل في اليوم أيضا بمنصة العالمية احتفاظنا وقواتنا في اماكن تجمعاتها، وبالتالي هذا الكلام على المساحه والذين يروجون مثل هذه الاحاديث. سنقول لهم نحن لم يكن لدينا قوات هنا ولم يكن لدينا ايضا قوات قادمه الى الخطوط. نعم. طيب يعني حديثكم باحتماليات العودة للحرب، يعني هل تخشون حقيقة من اتفاق ثنائي بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري تكون عاقبته إقصاءكم من المشهد؟ هي أصلا لم تكن جزء من الحوار الذي حوار كان في سيد. سيد هل تسمعوني؟ يبدو أننا السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا للاستضافة. نعم أستاذ سيد. سيد شريف جار نبي يبدو أننا فقدنا التواصل معه، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور خالد، لا صحة لقضية
يعني لا صحة لقضية دخول سلاح الخرطوم. تحدث القيادي في حركة عدل المساواة السودانية عن كون أن السلاح أصلا موجود، الترتيبات الأمنية واضحة، وأن هناك جهات تحاول دائما إلصاق بعض التهم بحركة العدل والمساواة، وأن هناك هجوم ممنهج على رئيس الحركة تحديدا الدكتور جبريل إبراهيم. هل بدأت أطراف السلام في جوبا تتخوف حقيقة من أن المكون العسكري يسعى للتنصل من التزاماته في اتفاقية سلام جوبا أو إخراجهم من المشهد؟ دخلني ده أخ دعني الأخ ويس أقول لك في البداية إنه من الضخ الإسفيري الضخم جدا الذي يتكلم عن يوم 30 يونيو يخلي أي جهة من الجهات تتحسب لما يمكن أن يحدث، وكله بالنهايه عباره عن فبركه يمكن تكون في البدايه دقيقه تخليك تشك حتى في الناس الموالين لك، يعني ووضع كميه من المعلومات الكاذبه والتلفيق والى اخره. دي ناخذها نمره واحد. نمره اثنين، انا بفتكر يعني الجو الماشي ده والتصريحات على الاقل بنسمعها بعظمه اللسان اذا كان من القيادات بتاعت الحريه، قيادات الحريه والتغيير كلها، تخلي الحركات المسلحة تتكلم عن أنها إذا انفردت مجموعة الأربعة طويلة بالحكم إنها سوف تعود للغابة من حقها. وبالمناسبة نرجع للتاريخ شوية، في أكتوبر والثمانية أفتكر التوقيع بتاع الاتفاقية كان في شهر ثمانية، في شهر ثمانية عندما كانت المفاوضات، منذ ذلك التاريخ كان العداء واضح بين هذه الحركات المسلحة وبين قوى الحرية والتغيير، وحتى هذه الحركات كان رفضت أن قوى الحرية والتغيير تكون جزء مشارك في المفاوضات إلا بصفة مراقب، وده الذي تم في النهاية. فمنذ ذلك التاريخ العداء، فبالتالي من الشيء الطبيعي جدا أنه أنا ما بقول قالوه، لكن من الشيء الطبيعي إذا قالوه نتيجة للتهديد والوعيد المالي الأسافير اليوم الحق من أن يقولوا الكلام ده. لكن أقول لك أقول لك بعض المعلومات وبعضها أنا سمعتها وكتابة قريت بتوقيع وبصورة لأردول، قال نحن لن نرجع للغابة مرة أخرى. لن نرجع للحرب، نرجع للحرب مرة أخرى. مرة لفظا قال الغابة، ومرة قال نرجع للحرب مرة أخرى. وبفتكر ده هو الشيء الطبيعي بالنسبة لكل الحركات الموقعة على الاتفاق بتاع افتكر اكتوبر في جوبا. فالمشهد انه زي ما ذكرت قبل شويه، نتيجه لهذه المتغيرات التمت، الجماعه ديل بالضجيج دارين يرجعوا، لكن لن يرجعوا. دي متغيرات حصلت حتى في النهايه لو حصل خيار الحزب الشيوعي انه يفرتقوا البر الطوبه طوبه، الجماعه ديل بخلوا نصهم راجعين. هذه الصوره يعني. يعني المشهد يعني في تمظهرات ازمته ياخذ اشكالا مختلفه، من ضمنها يعني طفو مشاكل حزب المؤتمر الشعبي إلى السطح، حديث عن اجتماع شورى حزب المؤتمر الشعبي، عزل لبعض أعضاء الأمانة العامة، بعض أعضاء الأمانة العامة يخرجون بتصريحات يقولون بأن اجتماع الشورى غير يعني سليم، واتهامات متبادلة في هذا الصدد. وكثيرون يربطون بين كل هذه التأزمات وبين الأزمة السياسية الحالية، هل أصبحت الأزمة الخانقة في السودان تلقي بظلالها حتى على التنظيمات؟ بالتأكيد الأخ ويس. وبعدين حتى الأزمة الموجودة في داخل المؤتمر الشعبي هي الأزمة في داخل كل الكيانات، حتى الأحزاب الصغيرة، حتى في داخل المؤتمر السوداني الحزب الصغير جدا، وحتى في داخل البعثيين، حتى في داخل الاتحاد الديمقراطي الأصل، حتى في داخل حزب الأمة، ولن يعني وحتى في داخل المؤتمر الوطني. واحدة من الكوارث اللي خلت التغيير ده يتم اللي هو الخلافات اللي كانت موجودة في داخل المؤتمر الوطني. فدي سمة من سمات السياسيين السودانيين، إنك إما يسمعوا رأيك أو في النهاية يعني تنقلب. أنا كنت متابع تماما بصورة دقيقة لهذا الصراع الدائر بين مكونات المؤتمر الشعبي. للأسف الشديد إنه للأسف الشديد الأخ ويس، كل واحد بيحاول يطوع النظام الأساسي والقوانين اللي بتحكم هذه المسائل يجيرها لمصلحته، من الطرف ده ولا من الطرف ده.
فواضح انه المساله الى حد كبير جدا ما عادت هي مساله بتاعت اجهزه بتاعت حكم او اجهزه حزب وتنظيمات بتاعت الحزب ويحكمها القانون والنظام الاساسي بتاعها. فهي مسائل اصبحت مواقف مختلفه وتوترات مختلفه بين بعض القيادات، واصبح من الصعب انه هذه القيادات تمشي مع بعضها للمواقف المتباينه جدا بيناتها. لكن اقول لك انا كنت متابع وكنت حقيقه برضو اخشى ما اخشى على الاقل من الترتيبات اللي كانت بتتم واللي يعني بثت وسائل الاعلام، مش كده حتى بعض الاجهزه الامنيه الخاصه واللي يعني طلعت كميه من المعلومات والتهديدات اللي كانت بتتم من المجموعه الاخرى بالخطه الف والخطه باء والخطه جيم والخطه دال لافشال هيئه الشورى. بهذه الصوره بهذا العبث يعني في المشهد وفي داخل حركه بتعتبر انها هي النموذج اللي ممكن تقدم حلول للشعب السوداني. لكن مع ده كله تابعت تماما مجلس الشورى، وكون بالمناسبه كنت قلق مش لدرجه التوتر وبصورة مستمرة بالاتصال انه الى الان ما حصل اعتداء، الى الان ما حصل المسألة حصلت في قرطبة، الى الان ما حصل اعتداء، ما تم تحريض، ما تم الشورى العدد تأكد من الاعضاء المطلوب اكثر من 50% توفر تماما والنقاش دار وتم عرض والى حد ما تمت القرارات والحمد لله بصورة افتكر برضه يمكن تكون الى حد كبير جدا. نتمنى انه على الاقل ما تم من مشهد وعلى الاقل في داخل هذه المجموعه وبشخصيات معتبره جدا بالمناسبه في داخل زي منو ابراهيم عبد الحفيظ الترابي دكتور الترابي صديق الاحمر ودي اللجنه او على الاقل الثلاثه ديل اللجنه اللي تم تكليفها بانفاذ التوصيات واللي هي من ضمنها. هناك من يقول ان هناك اشكاليه حقيقيه مع القيادات التي تم فصلها من الأمانة العامة لأنها كانت تقف أمام قضية التيار الإسلامي العريض أو أنها كانت تقف أمام الوحدة التيار الإسلامي، هناك من ينفي يقول لا يعني إجراءات داخلية عادية. هي على الأقل يعني دي كانت واضحة يعني على الأقل في 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 التماهي بين المجموعة على الأقل بتاعت مجموعة كمال عمر مع قوى اليسار كانت بصورة واضحة جدا يعني. لكنه أنا والله المسألة دي ما بعيب على كمال عمر، يعني عندما كان المؤتمر الشعبي حتى في ويوت شيخ حسن كانت متحالفة مع التجمع الوطني وكانت ضمن التجمع الوطني واللي فيه الشيوعيين واللي فيه البعثيين واللي فيه كلهم وكانوا كلهم بيعملوا ضد الحكومة في ذلك الزمن. وبالتالي يعني لا مجال لأن الحزب ينكر على كمال عمر. كمال عمر نعم. لأن ده سلوك أصلا قديم. كان قديم وموجود. بغض النظر عن طبعا الحكم على السلوك ده نعم. صح ولا خطأ. صحيح. بعد ده يعني بتتفاوت النظرة بنظرة موضوعية أنا بفتكر ده جزء من الإرث التاريخي بتاع المؤتمر الشعبي وانه على الاقل اذا اردنا ان نحسن الظن انه منفتح على الجميع وانه يقبل بالجميع في داخل السودان بما فيهم الحزب الشيوعي اذا الناس توافقوا على اشياء ارضيه مشتركه. لكن بعد ده يبقى الاستخدام اليسار ضد المكون الاسلامي بصوره مجمله و مشاركة اليسار في الفيتوهات ضد بعض التوجهات الإسلامية بأنها تكون حاضرة، أنا أفتكر دي الحكاية اللي يعني أنا أفهم الرفض للتيار العريض بالمرارات الموجودة، وإن كان زي ما ذكرنا قبل شوية مثال مانديلا، الناس يعني بيبقوا كبار بيتجاوزوا عن هذه الصغائر، والمفاصلة اللي تمت في 98 و2000 يعني الناس مضى من الزمن وحتى الشيخ حسن تجاوزها وجو مشوا وفي الحوار وكان هو الدينامو المحرك بالنسبة للحوار، وكانت عضوية المؤتمر الشعبي ومندوب المؤتمر الشعبي بالتحديد الذي كنت على صلة مستمرة به إنه كان المحرك الأساسي للحوار الوطني في 2014. فيبقى يعني لكنه على الأقل أنا أتمنى الآن العدد التم من هيئة الشورى والإخوة الموجودين على الأقل بالحسنى وبالتي هي أحسن يتحاولوا أو على الأقل يحاولوا إنه ما يعني يصعدوا المسألة دي لأكثر من كده ويبقى فيها فقدان للعقل في النهايه يعني حيفقدوا الكثير، حيفقدوا المؤتمر الشعبي نعم. وحيفقدوا السودان ذاته يعني. نعم. طيب على الجانب الاخر خرجت المعلومات بان الحركه الاسلاميه عقدت مجلس شورى وانتخبت علي كرتي امينا عاما هذه المره غير مكلف يعني امين عام للحركه الحين انعقاد المؤتمر العام الحين انعقاد المؤتمر العام يعني
هل عقبة تغير المنصب منصب علي كرتي من أمين مكلف إلى أمين عام سيغير ذلك في مشهد تحركات الحركة الإسلامية على الأرض؟ والله أبدا، أنا أفتكر أنه هذا الاختيار هو إقرار للنهج بتاع الحركة الإسلامية اللي كانت سارته منذ التغيير الذي تم في سبتمبر في 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 أبريل إلى الآن. والمسألة دي يعني هو نهج الابتعاد عن الفعل السياسي المباشر تماما، يعني فيهم وجهات عامة ظهرت بصورة واضحة جدا في المقابلة التي أجراها الأخ طاهر حسن التوم مع 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 الأمين المكلف والذي أصبح الآن الأمين العام بأمر الشورى. أنا بفتكر يعني كان قبل اللقاء بتاع الطاهر ما كان في قبول كبير بعلي كرتي في 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 داخل الحركة الإسلامية، وكان الكلام كثير عن التغيير، وكان الكلام الكثير عن الشباب. حتى علي كرتي في المقابلة التي يعني تمت مع الطاهر حسن التوم إنه هو يريد تغيير، وأنه حي الشباب، وأنه هم بيعدوا هذه المسألة وحيتموا، وأنه هو رافض لهذا يعني لولا إنه في لحظات لا يمكن أن يقول لا، لكنه في الظرف ده هو على الأقل يعني قبل التكليف. وزي ما قلت لك هو كان على الأقل اتبع سياسة بتاعت مهادنة في تلك الفترة. أي محاولة لخروج من أي مجموعة من الحركة الإسلامية على هذا الطريق أو على هذا النهج أو على هذه المهادنة تحت مظلة اللي هو حرص على السودان، وإنه أي خروج يمكن أن يؤدي بالنهاية لملح وعقباه بالنسبة للسودان. فبالتالي أنا بفتكر الغاء اللي تمه كان أجاب على كثير من الأسئلة التي كانت تدور في أذهان عضوية الحركة الإسلامية، والتي كانت كثير منها عندها مواقف سالبة جدا من علي كرتي، وكانت لا تريد علي كرتي أن يستمر. أنا بفتكر هذا ومتابع عن المسألة دي، أنا ما أقول لك كلام ساكت، يعني إنه حصل تغيير يمكن يكاد لمعظم يعني عضوية الحركة الإسلامية، وقبلت على الأقل بالتقديم والطرح. مش كده إنه أطلقوا عليه الحكيم علي كرتي، وانه هو الذي يمكن ان يقود الحركه ويخرج لبر الامان. فبالتالي انا دي عقبه المقابله وعقبه التوضيحات عقبه المقابله. وانا بفتكر انه الذي تم في هيئه الشورى هو عباره عن اجازه لهذا النهج الذي كان سائر. لكن الا تورط الحركه نفسها في ان تتخذ امينا عاما هو مختفي عن الانظار، ويعني عمليا يعني ليس بكامل حريته، أليس من الأفضل كان الحركة أن تتخذ شخصا يسهل التحرك يقابل الناس في العلن، يعني يتحرك حتى يقابل الأحزاب السياسية المختلفة؟ مش كده، في الرأي الفقهي يعني عشان بس أقرب لك مع الفارغ، يعني الرأي الفقهي كان عند شيخ حسن إنه الأمين العام المحبوس ليس له رأي، شايف؟ وبالتالي الأجهزة الخارجية هي التي تتخذ ما تراه. وأقول كلام بتأكيد لهذه المسألة يعني معلومة أوردها بشير آدم رحبة، اللي هو كان في 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 هو كان الشيخ حسن كان معتقل في السجن زمن الإنغاز، وجات دعوة لقاتل المؤتمر الشعبي لبشير آدم رحمة اللي هو كان أظنه مسك الأمين السياسي إنه يجتمعوا به. بشير مسك هذه الورقة حسب روايته وأنا قريتها طلعت عليها ولم يعلنها، وقام دعا الأجسام بتاعته السياسية المعنية بهذه المسألة وشاورون، قال لهم يا أخواننا حاصل كده 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 كده، ونزل الدعوة نمشي ولا ما نمشي، نجتمع معهم ولا ما نجتمع معهم. بعد نقاش مستفيض قرروا بأنهم يذهبوا لهذه الدعوة. بعد ما تمت هذه المسألة بشير اتصل بشيخ حسن قبل ما يمشوا، قال له يا أخي انت جبت لي الرساله وقلت لي كده كده ما تمشوا، وانا جمعت الاجهزه وبتاعتنا وتناقشنا وقال امشوا. قال لي الاجهزه اجتمعت المعنيه بهذا الموضوع واقرت بانك تمشوا، قال لي جو اهيد. فبالتالي مع الفارق انه داك محبوس، لكن ده شغل المؤتمر الشعبي، لكن ما علاقته بقرارات الحركه الاسلاميه ولا دي ادبيات؟ يعني دي ادبيات الحركه الاساميه، دي ادبيات الحركه الاساميه. فانا بفتكر انه يعني النموذج مع الفارق انه داك محبوس وده على الاقل حركه محدوده، لكنه على الاقل هذه الحركه المعدوده وجدت القبول من عضوية الحركة. فبالتالي أنا بفتكر ما في إشكال كبير يعني. وفي ظل هذه الأزمات أيضا الخلافات ربما تعصف بالمجلس الأعلى لنظارات البيجا، وشاهدنا يعني ناظر تريك وهو يجمد المجلس، وشاهدنا قيادات في المجلس تصرح بتقول أنه لا أحد له الصلاحيات
التجميل يمكن أن نمضي نحو التصعيد، مع تحذيرات من تريك بأن من سيتعامل مع تصريحات المجلس الأعلى يعني يكون يعرض نفسه للمساءلة، والقول بأنه يعني التجميد ليس تجميدا مطلقا طبعا، لكن الوصول لحد المؤتمر المؤتمر العام والانتخابات الداخلية، يعني كثيرون يستغربون ما يحصل. هناك حديث عن انشقاق، هناك حديث عن تدخلات من المكون العسكري تؤدي إلى هذا الانشقاق، هناك حديث عن تدخلات أريترية، هناك يعني سيناريوهات كثيرة ومتعددة، ولكن كثيرون يتساءلون ما علاقة ما يحصل في هذه الأحزاب، في يعني خلافات، نتكلم في قحط في خلافات، قحط الميثاق الوطني فيها خلافات، نتكلم عن المؤتمر الشعبي في خلافات، يعني نتكلم عن البجا خلافات، كل من يقترب من المكون العسكري يدخل في أتون الصراع السياسي مباشرة تظهر انشقاقات داخله، ما السبب؟ أنت يعني أول شيء دعني أقول في البداية، مؤتمر تنسيقيات البجا ليس بدعا، يعني في النهاية هو جزء من المكونات السودانية، لكنه على الأقل يعني إلى حد كبير هو ما بيشبه الأحزاب السياسية، وبالذات من شخصية زي تريك. شخصية زي تريك أنا بفتكر شخصية أول شيء اللي هو الأوجدة اللي هو الولاء القبلي أو أوجدة القبيلة، فدائما هذه المسائل في داخل القبيلة يعني الشخص الأول في القبيلة دي في النهاية هو صح ولا غلط كلامه بيمشي مهما كان، لكنه على الأقل أنا في تقديري القرارات التي أصدرها تريك أنا بفتكر إلى حد كبير جدا ما بتشبه ذو القائد. نمرة واحد كان قدم الاستقالة وسمعنا بأنه ناس قعدوا لحد ما واسنوه في الاستقالة، ثاني جت تجميد للنظارات، واضح انه الاختلاف بين القبيله وبين النظارات اللي هو ده مجموعه من القبائل وليس قبيله واحده، فبفتكر ترك وسط قبيلته وضعيته اصلا ما حتتغير، لكن على الاقل هو كزول كبير والان ليس في شرق السودان بس، هو بالنسبه للسودان كله ترك ده بنظروا له، فدي يتحمل الاذى بتاع الناس الموجودين. بعدين بالمناسبه حقه هو يعرف او غيره انه واحده من الادوات الغزره في ممارسة العمل السياسي في السودان اللي هي شق الصفوف، نعم. يعني دي واحدة من الأدوات الأساسية اللي بتستخدمها كل الأحزاب من غير استثناء، إذا كان زمان أو إذا كان الساعة، إنه الآن في تفكير، الآن في تفكير لا بد أن يحدث، وماشي في هذا الخط بالمناسبة، يحدث انشقاق بين سلك والدقير، والمسألة ماشية في هذا، لو هم مدركين ولا ما مدركين، نعم. ودي زي ما قلت لك سيما من واحدة من الأدوات اللي بتستخدمها كل القوى السياسية ضد بعضها البعض. لكن من المستفيد؟ وده سؤال الختام في الحلقة ما بقى لنا وقت. المستفيد اللي هي القوى الخارجية اللي عندها برنامج مخطط في للسودان وتستخدم هذه الأدوات في الداخل إذا كانوا في داخل أحزاب أو إذا كان في قبائل، وبالتالي تقدر تفتيت كل الكتل الكبيرة. وترك أنا بفتكر لحد كبير جدا الخارج له دور كبير جدا في هذه المسألة، نعم. إذا كان الخارج القريب أو الخارج البعيد ببعد البحر الأحمر. إحنا في نهاية المطاف نتمنى أن الناس كلها تجتمع على قدر رجل واحد لمصلحة البلاد، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى السودان من كل سوء. شكرا لك مشاركتك معي في هذه الحلقة. وفي الختام أعزائي المشاهدين أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.